عنده هذا الوضع في اللينا اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من العاصمه الاسماعيليه مكناس. بعد منتصف الليل كما كتشاهدوا معنا شوارع العاصمه في هذه الليله البارده والهادئه صراحه، بعد يعني يومين الماضيين اللي كانت فيها امطار الحمد لله اللي رجعت شويه كما كنقولوا امل العدد من الفلاحه، وكذلك خلات شويه كما كنقولوا خلقات واحد الجو من الطمانينه والسكينه صراحه، وهذا فضل الله علينا كاملين مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في. سؤال هذه الجوله وهذه الليله رفقه سائق الطاكسي طبعا اخي محمد اللي كنوجه ليه التحيه من خلال هذا البث المباشر، شنو رأيكم في بعض الشركات اللي كيتهربوا من أداء واجبات التغطية الاجتماعية للعمال ديالهم؟ واش عمركم عشتوا هاد التجربة احسنتوما؟ وهذا سؤال مطروح اللي كان خصوصا في إطار أنه مجموعة ديال المعطيات اللي كاينة موجودة في الواقع وفي الميدان واللي أبانت عنها صراحة، اللي بينت عليها جائحة كورونا اللي عطات بالارقام عدد الساكنه النشيطه اللي مسجله واللي عندها كما كنقولوا التغطيه الاجتماعيه واللي ما عندهاش واللي خدامه في القطاع غير مهيكل، وشفنا الاعداد والارقام كيفاش كانت، يعني 4 مليون ونص، اكثر من 4 مليون ونص اللي كاينه في القطاع غير مهيكل. لكن شنو رايكم في هذه الشركات يعني اللي كتحاول تراكم ارباح وكتحاول يعني تستثمر ولا تستغل هذاك الاموال اللي كتقتطعها؟ كاينه اقتطاعات اللي كتبقى في بعض الاحيان في بعض الشركات وفي بعض الحالات اللي كانوا مروا معنا على قناتنا على قناه شوف تي في من خلال تغطيات ومن خلال يعني مواد اعلاميه، انهم ناس كتلقى انهم كيقتطعوا لهم في الشهر كيتحسب عليهم داك الشيء، ولكن في الـ في الـ في, الـ في الواقع من اللي كيسالي كيقرا راسو انه 6 سنين 8 سنين 9 سنين ولا 10 سنين ما مخلص عليه فيها حتى شي حاجه، فهذا راه رقم ماشي بالهين من اللي كتلقى يعني واحد 700 درهم في الشهر ولا على حساب الكوتيزاسيون اللي كتخلص على حساب المخيرات ولا الاتي اللي داير لاسيرونس ترافاي اللي داير، ولا شوف يعني الشركه فاش منخرطه ونوع النشاط اللي هي كدير بعدا، لانه كتبقى التغطيه الاجتماعيه على حساب لانه بعض الانشطه كتكون فيها لاسيرونس ترافاي يعني كتكون شويه زايده كما كنقولوا على باقي القطاعات الاخرى. فملي كندويو على التعدين ولا كندويو على لاشودروني ولا كندويو على البناء ولا كندويو على الناس اللي كيخدموا في يعني في الاعماق ولا في يعني كتكون لاسيرونس ديالهم، لانه كاين لو ريسك وكاين هذا الشيء كاينه مخاطر عليهم، فهنا كتكون يعني لاسيرونس ديالهم زايده. لا هو صراحة فاش ملي كتكون شركات اللي كتكون عندها خدمة يعني شوية سونسيبل وهادي، فكتلقاهم حريصين على هاد على هاد على لاسيرونس ديال العمال، لأنه عارفين أنه عمل اللي فيه لو ريسك. وكان أكثر من مرة شفنا بناي مسكين طاح من 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 الكاتريام ايطاج، شفنا صباغ، شفنا يعني هاد الناس اللي كتلقاهم كيخدموا مع شركات في يعني عطاشة كما كنقولوا بهاد باللغة ديال بالدارجة ديالنا وبالعامية كنقولوا يقولوا العطاشة اللي كيشد من عند هذا مو بالعطاش ولا كيشد هذا يعني بعض الحويجات، يعني هذا واقع اللي كنحاولوا انه نجردوه امامكم مشاهدينا، وحتى شي واحد ما كيخفى عليه هذا الشيء، والكل يعلم انه هذا واقع معاش. كنشوفوا ناس اللي كيجيو مساكن لا حول ولا قوه لها، في بعض الاحيان كتلقى انه انسان صابر وما يعني كيقول لك واش نغندير واش نخدم
ولا نبقى جالس. اللهم نخدم واخا نوار واخا ما عندي حتى ورقه ولكن ما نبقاش جالس. ولكن من ناحيه اخرى انه كتلقى انه عنده واحد ثلاثه الوليدات ولا زوج ديال الوليدات، هذوك جوج وليدات ولا ثلاثه الوليدات راه عندهم تعويض ديالهم، وكتلقى بعض المرات الاكثر من هذا هو انه حتى الانسان ما كيقدرش شيء حتى يمشي يبلغ على راسه ولا يمشي يعني امتى كيمشي يبلغ؟ حتى كيوقع المشكل، حتى كيجري عليه ذاك الباترون ولا كيدير ليه طرد تعسفي عاد كيمشي كيقلب. اما ما حدو كيعطيه سالير وكيعطيه فلوس راه صافي العام زين هانيه ونصبروا. ايه راه مزيان الصبر زوين، احنا ماشي كنقولوا للناس لا ما تخدمش، لا الصبر زوين والعمل مزيان، ولكن كما كنقولوا نطالب نعم نطالب بحقي سيرتو مع الناس اللي ما كتبغيش تعطي الحق للناس. كاينين الناس كاينين الباترون كاينين يعني كاينين موالين الشركات في هذا القطاع ديال نعم مثلا معنا سياره الاجره الان نعم في هذا القطاع سياره الاجره نعم انت خدام وصافي على الله نعم خدام ممكن توقع لك شي حاجه بسيطه مثلا انا بالنسبه ليا ما تنهضرش عليا انا راه خدام مع واحد السيد الله يعمر له الدار بحال خويا نعم يعني ما تتحسش العلاقه عاوتاني الانسانيه نعم انا العلاقه الانسانيه أنا قويه تحترمو الصراحه هو تيقدرني الله يعمر له الدار والله يكبر به ولكن كاينين النماذج اصحابي كاين تنعرفهم تتوقع له شي حاجه ولا يتقاسلو شي روتوش ولا شي حاجه يقول له خلص معايا وغدا تيقول له ما تجيش حكا غادي نصلحو الطاكسي وكذا وهادي بالتالي راه الطاكسي خدامه وهو ما خدامش وقعت له شي حاجه ولا مرض راه جلس مرض راه ما غادي يستافد حتى شي لعبه. هانتوما هاد الشارع راه ظلمه عاوتاني، هذا شارع الزيتون هذا ولا شنو سميتو؟ هذا شارع الزيتون، هذا الشارع كاين في الزيتون هو ظلمة تا هو راك شد السمان بلاصة ظلمة. نعم كمل هاد أخوة. هاد الخدمة ديالنا بالخصوص خدمتي كتاكل وتعيش ما خدمتيش والنهار توقف توقف عليك. نعم بحالها بحالها بحال الخياط بحالها بحال يعني بحال النجار بحال داك بزاف ديال المهن ديال الحوايج اللي خاصين في هاد القطاع هذا الصراحة. ولكن غادي نذكرك خويا بواحد المسألة، وبالنسبة لينا حنا راه كنساعدوا الدولة، حنا راه خدامين مع الدولة، راه كنهزوا الناس كنوصلوهم لديورهم، كنهزوا الناس كرانين عرفتي راه كيتقيلك حاشاكم كيتقيل في الطاكسي ويوسخ لك الطاكسي وكتوصلو ويمشي بحالاته ومصاب غير يقول لك كلمه زينه ولا يخلصك ولا ما يخلصكش كاع. احنا يعني هادشي اللي كنديرو هادشي اللي كنديرو احنا راه كنعاونو كنساعدو الدوله كنعاونو كنعاونو البلاد وكنخدموا البلاد، ولكن في نفس الحقوق تلقى راسك ما عندك حتى شي حق. ولكن كاينه واحد باش تجي الحق تلقى ما عندك حتى حق. كاينه واحد المساله اللي غادي نشير لك لها اخي محمد. انا اسمح لي قطعتك دابا بالنسبه لينا حنا ها هي الزياده ديال المازوت هو تزاد وعاود تزاد وعاود تزاد. بالنسبه للروسيطا بقات هي راه كنعطيو الروسيطا لمواليها هي الغالب الله. يعني حتى هما الغالب الله عليهم حتى هما تابعينهم بزاف د الحوايج والكونتور بقى هو ما زدنا فيه ما حتى شي حاجه يعني الكونتور بقى عادي. داك الشيء اللي كنا كنديو لوليداتنا كنخدموا كنديو ها هما ولاو تيقسموه معنا اصحاب المازوط ولاو تيحيدوه للشيفور اللي ما عنده لا لاكريما لا طاكسي لا حتى شي حاجه مثلا يعني غير خدام عادي. مثلا كدير عندك في الحساب واحد 200 درهم في النهار ديال الكاربيرون اليوم وليتي شحال كتعدي دابا حنايا دابا في هذا الوقت انا تنخدم غير الليل. نعم حنا في هذا الوقت هذه اللي خدامين في هذا كورونا وداك الشيء تنقولوا يا ريت نصوروا 100 درهم تنمشيو ناشطين وبخير الحمد لله عايشين تناكلوا بها ونشربوا وغاديين مع الوقت. مع الوقت دابا هذيك 100 درهم قسما بالله ما كتديها دابا راه دابا نكذبوا ما غاديش نكذب عليك الا كانت واحد المره في السيمانه ولا جوج كتلعب معاك الوقت النهار الوقت كتلعب معاك كتفوتها وكذا دي 150 درهم ولا 160 170 تدي 130 120 ولكن الاغلبيه يعني في السيمانه ضروري غادي تدي قل من 100 درهم ولا 100 درهم كاع الا تعصرتي وبالخصوص فاش جا المازوط غلا ولا المازوط كياكل لنا ديك 30 درهم 35 درهم رسميه يوميا لمن تياكلها تياكلها الدرويش هاد الدرويش هذا تياكل منه الدرويش اللي بحالو يعني كيستافد معاه نعم نورمالمون راه حنا كنستافدوا من بعضياتنا نعم الدرويش كياكل مع الدرويش نعم اللي عنده تياكل مع الدرويش حتى هو نعم واللي ما عندوش تياكل مع الدرويش نعم. يعني الدرويش واش اللي عنده غادي تاكل معاه
هاد اللي عنده راه داير لك ريستورات، داير لك لي بواط، داير لك اوتيلات، داير لك مثلا بيسينات، داير لك مقاهي كبار، انت اللي كيجي الدرويش ياكل معاه هذاك اللي عنده، يعني هذاك ولا يخدم معاه، انت كتمشي لعندو باش ياكل منك، تمشي تحط قهيوه، تحط ما تاكل، انت راك خدام غير على قد الحال، وخصك تمشي عند هذاك اللي عنده يستافد معاك. دونك نتايا درويش مع من تاكل؟ تاكل مع الدراويش. حنا دابا تنهزو في الطاكسي الاغلبيه كنهزو هاد الدراويش، كيركب معاك ب 10 دراهم مسكين. نعم. تتوصل تصور اقسم بالله مازال ما وصل هو للبلاصه ديالو، تيشوف في الكونتور مسكين تيقول لك 10 دراهم وصلت، تيقول لك اخويا شي بلاصه غير هنا وتيكمل على رجلي. خصوصا الناس ولا عام خدامين حنايا. خصوصا الناس راهو الدراويش وصافي الله ياخذ الحق وصافي. نعم. كاينه واحد المساله اخويا اللي بغيت نشير لك ليها واللي قاطعتيني لها قبيله. نعم. وتحياتي ليك يعني. هذه كانت كلمة عفوية تلقائية. احنا تلاقينا بدون موعد كما كنقولوا، وجات صدفة. نعم فوالا. فهذا تنهضروا راه تنبغيو بلادنا، تنحبوا مالكنا، تنحبوا الوطن ديالنا، تنبغيو نمشيو للاحسن. نعم. وبغينا هاد الناس هادو الله يهديهم يخدموا خدمتهم ويديروا. دابا شوف غير التقاوس اللي سادين، شوف شحال من عام هذه داك ديال ديك التقويصه ديال الزيتون، تقريبا دابا 3 سنين هذه. وثلاث سنين هذه وكانوا تيصاوبوها بالذهب، وكانوا تيصاوبوها بالذهب، كرات صايبه ديك التقويصه والله تتصايب. الناس دابا تيلقاو الاكتضاض وتيجيو حتى جهه اسيمه باش يدوروا، والزهام والزيار. انت دابا خدام، انا ملي كنبدا الخدمه وتجيبني الصدفه لتما تنكره راسي علاش دزت من تما. الكليان تيجيوك بالسيف عليك، تضيع واحد الوقت صاحبي كبير. علاش؟ لان هذيك التقويصه ما تحلاتش باش تنفس على الطريق. شكرا لك خويا، وكنتمنوا رسالتك انها توصل للجهات المسؤوله والجهات المعنيه على هاد خصوصا الاقواس والابواب اللي مازال يعني باقى فيها الاشغال متعثره. كنتمنوا انها تتم يعني التسريع والتعجيل في العمل فيها ان شاء الله. مشاهدينا غنرجعوا مره اخرى للنقطه اللي بغيت نشير لك لها حبيبي، هي ديال انه حاليا الحمد لله، انا ديما كنقول هذه المساله الحمد لله اللي كما قلتي انه عندنا مالكنا والله العظيم، ملي كنقولوها والله العظيم. شفتي المبادره الاخيره ديال التغطيه الاجتماعيه اللي تقريبا ترصدات لها 50 مليار ديال الدرهم، اللي غادا تشمل من عندك انت وسير على الله، من يعني من عند السائق المهني حتى الصانع التقليدي حتى لذاك ابسط مواطن غادي يمشي يدير التغطيه الاجتماعيه. يا ريتك وكان على الاقل بعد الصحه والادويه، ودابا كون ما كانش الملك شنو غنتسناو؟ يا ريتك وكانوا تيديروا داكشي اللي تيقول لهم الملك وداكشي اللي باغي الملك. الملك راه مسكين باغي بلادو تزدهر، يعني كنشوفوا كاع الدول ديال الملوك كلهم بلادهم كتزدهر. نعم. اشوف في الخليج كلهم بلادهم زينوها وتهلاو فيها بامكانياتنا، لانهم ملوك وحنا كنفتخروا بملكنا وكنفرحوا ملي كنعرفوا باللي دولتنا عندها ملك. نعم. راكو كان عندنا رئيس راه كيتنكيه، راه لا حول ولا قوة لنا كون كان عندنا رئيس. صراحة كل واحد يجرب، راه مشكل كبير. نعم. ولكن الحمد لله اللي عندنا ملك. نعم. احنا مرتاحين مطمئنين على البلاد ديالنا، ما عندنا لا مشاكل لا حتى شي حاجة. شنو اللي بقى خاص؟ المسؤولين يديروا خدمتهم. راه هو في واحد الفيديو راه عندي انا في الفيسبوك والله العظيم قال لهم كيفاش منين انا ما بقيتش نثيق فيكم شنو غادي يقول الشعب. نعم. راه والله الا عندي ذاك الفيديو في خطاب ملكي. نعم. قال لهم كفى كفى كفى، راه المغرب عنده رجال وعنده نساء اللي يخدموه، اللي ما بغاش يخدم يدفع الشكارة يمشي بحاله. صراحة الله خصنا غير الناس يهديهم الله. سيد عنده مليار ومين تيدخل يخدم تيقلب على جوج المليار، ثلاثة أربعة خمسة باغي يزيد. باغي يزيد من مزيد ما تيقولش. ودائما غنرجعوا لهذه المسألة هذه، وكاين اللي كتلقى أنه عنده شركات وكتلقى أنه ما مديكلاريهمش لا في الضمان الاجتماعي، ومن هادو وفيهم سياسيين وفيهم رجال أعمال واللي كيبانوا لنا قدامنا وكنشوفوا. هو نوريك أنا عندي كاميرات، اسمح لي نوريك واحد الحاجة. لا بسيطة بسيطة. شركات. نعم. عندهم ثلاثة ديال الرمايك. عندهم سيتيرن. وعندهم ثلاثة الميتروكولات بحال بحال، الماتريكول بحال هذا بحال هذا بحال هذا، تيخدم بهم مول الرمايكات. ثلاثة الرموكات عندهم ماتريكول واحد. ماتريكول واحد. ماتريكول واحد عند هذا شركة واحدة. شركة واحدة.
يعني اللي عنده هذاك اللي تيستغل البلاد، اما اللي درويش راه مسكين تيخلص. نعم نعم، راه الا بغيتي نوريهم لك راه عندي هنايا التصويره هذه بوحدها هذه. عاوتاني نسالي وغادي نشوف معك هذه المساله هذه. مشاهدينا ومتابعينا قناه شوف تيفي دائما نرجعوا معكم لموضوع هذا البث المباشر من هنا من العاصمه الاسماعيليه ورفقة سائق الطاكسي اللي تبارك الله. وهذا هو الجميل في مدينة مكناس وفي أهل مدينة مكناس وكذلك شبابها، أنه يعني الحمد لله شعب واعي متحضر، لا يعني تف مناقشته لأمور الحال والحال ديال الحياة وكيفاش عايشين الواقع اللي كنعيشوه كمواطن وك يعني كساكنة ديال المدينة، فتتعبير على هاد المشاكل ولا هاد المعاناة فيعني بشكل جميل وبشكل لحضاري. فتحية لكل ساكنة مدينة مكناس من هاد من خلال هذا البث المباشر، ولكل المغاربة الحمد لله اللي الحمد لله ديما رافعين راسنا. فمرة أخرى غنرجع معكم مشاهدينا ومتابعي قناة شوف تيفي، شنو رأيكم في بعض الشركات اللي كيتهربوا من أداء واجبات التغطية الاجتماعية للعمال ديالهم؟ ولي كما قلنا الان وقبل قليل انه الحمد لله انه كانت التغطيه كانت المبادره الملكيه اللي الان شرعات الحكومه الحاليه في تطبيقها وبداتها الحكومه اللي سبق الحمد لله انه يعني وتصادق المراسم وداك الشيء راهم يعني الحمد لله انها مبادره ملكيه الحمد لله. لو انه سمعناكم كان شي مشروع او ثاني كره سمعنا حيد المقاصه حيد كتسمعها حيد. فالحمد لله لانه كما غنرجعوا نقولوا الحمد لله لانه عندنا ملكنا اللي كيسهر على امن وامان هذا البلد هذا، واللي يعني كما كنقولوا كيخمم في كل صغيره وكبيره اللي كتهم الشعب وكتهم المواطن المغربي اينما كان داخل الوطن او خارجه، وهذا الشيء لا يخفى عن اي مغربي واي مغربيه. فيعني بلا من ماشي بلا داعي اننا نقولوا هذا الشيء هذا. مره اخرى نرجعوا مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، هاد الناس اللي كتهرب من اداء واجبات العمال واللي كتخليهم انهم كيشتغلوا في ظروف قدر ندورو من هنا في ظروف اللي نقدروا نقولوا انها تقدر تكون صعيبه، لانهم كاين اللي كيشتغل كما كنقولوا بنايه، كيخدموا مع مقاولين شادين شانطيات، كيخدم كيسالي غيدي هنا ولا ما غيديش، ما عندهم لا اوراق لا والو، وتيخدموا في تماره. نعم يعني نعم تيمشي تيتجه لتماره. نعطيو مثال بسيط اللي هو قطاع الطاكسي. قطاع الطاكسي انا غنلقاو مثلا هاد الطاكسي هذا خدامين فيه جوج الناس، هو ممكن انه هاد جوج الناس يبسيو ينخرطوا لانه المؤسسه اللي نخارطوا ويخلصوا راسهم ويمشيو داك الشيء يكون يعني شخصي بيرسونيل، هما يمشيو راسهم يخلصوا على راسهم وكذا وهذا. ولكن علاش علاش ما نمشيوش بديك المساله؟ علاش ما يكونوش الشركات يكون هاد 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 السائق طاكسي وتبدل حتى هاد يعني حتى توضع شي اليه؟ علاش ما توضعش اليه ونسدوا مع داك مع هاد يعني راه غتوافق معايا في هاد النقطه اخي، انه هنا مثلا في الطاكسيات ما غندويوش مثلا على مكناس غندويو عامة، كتلقى انه شخص واحد عنده 15 طاكسي ولا عنده 20 طاكسي شخص واحد ومخدم عنده تتكرى ب 7000 درهم. نكمل لك، مخدم عنده جوج ديال الناس، كل طاكسي فيه جوج الناس، واحد ديال الليل وواحد ديال النهار، وكاين بعض المرات لثلاثة ياك تيشد عليك. شحال نديرو واحد 20 طاكسي شحال مخدم مع هذا السيد؟ راه تما راه واحد 40 واحد ولا 50 واحد. الطاكسي على الاقل غادي تكون واحد 40 واحد 45 تكون اللي خدامه ياك اخويا. اذا هذه راه شركه، راه شركه، راه شركه، نوار هذا الشيء. حنا تنسميوها شركه، راه شركه، راه حنا تنسميوها شركه، نوار هذا الشيء. هذا الشيء كيمشي ما فيه لا لاسينيساس لا والو، ما فيه حتى شي حاجه، ما فيه حتى شي حاجه. خسرتي الطوموبيل تصوبها. وفيه شي طاكسيات اللي مكريين ب 7000 درهم الشهر وتيخرج كل شيء من ظهر الشيفور، كلشي غيخرج من لومبان. بغيتي قدا وقدا تجيبو، ما بغيتيش نزل كاين اللي يركب. شنو دارت الدوله؟ طلق الكونفيونس. نعم فرص الشغل قال لك هادو سماتهم الدوله، ولكن كاينه فورماسيون كاينه كذا. لا فرص الشغل زعما الدوله تلقات فرص الشغل دارت الكونفيونس للناس طلق. حنا دابا عندنا 936 طاكسي صغيره في مكناس، وعندنا تقريبا 18% ديال الكبار. حنا ما كاملينش 3000 عندنا، ودايرين واصلين تقريبا دابا 16000 ديال الشيافر.
شنو غادي يسوقوا هاد هما اللي كاينه 16000 شيفور اه ومازالين طالقين مازالين راهم تيدوزوا راه تنعرف الدراري تيدوزوا دابا الكونفيونس هذا مثال هذا مثال هذا ني شكون اللي خلى الطاكسي تغلى وشكون اللي خلاها تكبر هو العرض هو الشيافر لا الشيافر بزاف شنو مول الطاكسي تيدير تيجي عنده السيد تيطلب له الخدمه تيقول له خلي لي لمرتك تيجي الاخر تيطلب التليفون عنده فيه 100 شيفور ولا تيقول لك تجيب قدام قدام ما بغيتيش نزل تتولي انت كتعامل مع المواطنين شي معامله اللي في شكل كيقول لك تمشي هكا تقول له لا ما نمشيش انا ما نهزش ثلاثه انا ما نديرش علاش؟ لان خصك تضرب الحساب باش تجيب الروسيطه وباش تدي المازوط وباش تدي نتايا ما تاكل لان تفرضت عليك شي مرات كدابس كاع كتلقى العرقاله مع المواطنين وتولي دابس مع الكليان وتولي علاش الطاكسي راه ناعس تيتسنى الروسيطه ديالو لان غلا داك الشيء فارض عليك هو واحد فارض عليك بالسيف عليك علاش تولي تنتا 16 ما بقيتيش سايق طاكسي علاش شكون اللي خلى هذا الشيء الشيافر بزاف الشيافر بزاف تيقول لك ما عجبكش الحال نزل كاين اللي يخدم وبلا دور وبلا تغطيه بلا حتى شي بلا والو داك الشيء ما تنهضروش عليه دابا تنهضروا غير على الشيافر الفائض اللي كاين ديال الشيافر خلاو هاد القيمه ديال الخدمه الطاكسي تطيح يعني تيقول لك نزل كاين شي فور عاد بادي تيبغي غير يدير الموسيقى في سميتو يدير الموسيقى في الطاكسي ويمشي كيسوق هو عاد بادي داكشي اللي سوق تبارك الله ماشي محمد سي محمد غادي نرجع معاك لواحد المساله هادشي اللي كتقول انت دابا في قطاع الطاكسي مثلا راه في جميع القطاعات تقريبا في جميع القطاعات خصوصا انه حنا مازال عندنا قطاعات اللي الطاكسي لا شوف ما غنركزوش كاين الطاكسي كقطاع اسمح لي لا ولكن حتى شركات حتى شركات اسمح لي هذه النقطة نوليو دابا الطاكسي الحكومة اللي كاينة ديال انا ما تنهضرش على الحكومة ولكن مكناس الناس المسؤولين ديال مكناس راهم عارفين شحال كاينة من طاكسي في مكناس وعارفين شحال وصلنا ديال الشيافر فين طالقين الشيافر مازال كيزيدوا واخا مني وجبد انا واخا عندي دابا 6 سنين باش بديت هذه الحرفة انت راك باقي جديد حتى انا باقي جديد يعني حتى انا واش استفدتي ماشي هكاك واخا استفدت دابا انا ما تنهضرش على راسي انا استفدت ولكن تنهضر على العرض اللي طالقة دولة يعني واخا كون جا فيا انا نقبلو لان اصلا ما عارفش ديك الساعة يحبسوا لان عندنا واحد الحد ديال الشيافر عندنا واحد الحد ديال الطاكسيات بركة زعما يعني كنمشيو مع داك الشيء قد الاسطول قد عندنا 12000 كاع 14000 وصلنا ديال الشيافر اللي وصلنا ديك الساعة نحبسوا سميتو نحبسوا ديك الساعه هذا نحبسوا الكونفيونس ما يتزادش ولكن انت كتشوف الطاكسيات ما كيتزادوش الخدمه ما كايناش الشيافر كاينين تم مول الطاكسي ولا تيفرض عليك ما بغيتيش تيطلع الاخر تيركب تيجي ب 50 درهم يمشي يتقهوى بها ودابا راه هنا هنا هذا عنده عادي انت راه متبوع بكرا ومتبوع بوليدات اسمح لي يا سي محمد مرحبا خويا وغادي نشكرك على المداخله ديالك خويا وتحياتي ليك على هذا على هذا الروح اللي كيدوي على مول الطاكسي وعلى ولكن راه حتى كيتشكاو منكم الناس باش نقول لك واحد القضيه راني قلت لك منكم الناس انا قلت لا وبالرغم من الظروف كتبقى البيرميد كونفيونس والفورماسيون اللي كياخذوا الطاكسي فيها 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 العمل اللي هو كما قلتي قبيله واحد الكلمه انكم كتقدموا خدمات جليله للمواطن والبلاد والدوله والكل شيء واللي هي خدمه المواطن وخدمه المواطن راه شي حاجه اللي ما سهلاش لانه فيها امك فيها اختك فيها باك فيها خوك فيها كل شيء كيركب معك ولكن خويا مع احترامي لبعض السائقين كاين بعض السائقين الله يهديهم ما كيحترموش الحامله ما يحترموش المراه الكبيره ما يحترموش ذوي الاحتياجات الخاصه كيسمحوا فيهم وكيزيدوا الله يهديهم وهذه رسالتنا لهم لبعض السائقين لانه هذه الدنيا ما عرفتي عندي ما عرفتي عندك انت عندك امك انت عندك ولدك انت عندك انت ضروري اليوم مشاهدينا متابعي قناه شوف تي في كنتم معنا في هذا البث المباشر من هنا من العاصمه الاسماعيليه بغينا ننهيو بهذه النصيحه اللي وجهنا لكم الان من خلال هذه النصيحه اللي وجهنا خصوصا وانا معايا مول طاكسي اللي البعض بعض منهم واغلبيتهم صراحه ناس كتخدم في اطار المهنيه وخصوصا الطاكسي الصغير وحتى الطاكسي الكبير فتحيه لهاد الناس اللي كيساهموا في خدمه البلاد وفي خدمة الوطن كل من موقعه لكن كما قلنا شنو رأيكم في بعض الشركات اللي كيتهربوا من أداء واجبات التغطية الاجتماعية ديال العمال ديالهم
كنتمناو انه تشاركونا من خلال تعليقاتكم، من خلال يعني تكون هادفه وتكون اللي فيها. وهنا كنبقاو كنقولوا كنحملوا المسؤوليه للجهات المعنيه بالامر والجهات اللي مسؤوله اللي على المراقبه على انها توقف على هذه المقاولات، على دير زيارات مفاجئه، على مجموعه من الاجراءات اللي كيخولها القانون ديالها انها تقوم بها في الميدان. فالتفتيش وهذه المسائل خاصها تقوى باش هاد لي باترون اللي خارجين على القانون يوقفوا عند حدهم، وحتى المواطن اللي ولا داك العامل اللي غير كيعدي باش ما عطى الله حتى هو يوعى ويعرف انه عنده حقوق وعليه واجبات. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، كنتمناو انه نكونوا وصلنا لكم يعني وعاونا نخلقوا من خلال هذه الجوله في شوارع العاصمه الاسماعيليه وكذلك الدردشه مع الاخ وسائق تاكسي المهني السي محمد ابن العاصمه الاسماعيليه. شكرا خويا اللي كنشكروا على المداخله ديالها. مرحبا الله يهديها. شوف تي في صراحه الله ديما كتكون قريبه للمواطن، قريبه للدرويش يعني في اي فوالا معاهم هم الشعب صراحه. نعم هذا واجبنا، برافو عليهم ومزيد من التألق ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لك اخي وتحياتنا لكم. وكلمه اخيره انا تنطلب الله يهدي الناس المسؤولين يديروا خدمتهم. نعم الله يهديهم يديروا خدمتهم. نعم راه ما تيديروش خدمتهم باش نناقشوا حويجات اخرين عاوتاني وطلع الاهتمامات ديالنا ونزيدوا شويه لقدام. يديروا خدمتهم وكافوا ويقنعوا شويه داك الشيء اللي عندهم، راه ربي مسخر فيه. بركه بركه بركه. شكرا لكم مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي على هذه الكلمه. كننهيو هذا البث المباشر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم من هنا من مكناس مراسل قناه شوف تيفي منير معطاوي، الى اللقاء.